خويا نادي القنيطري كانت واحد الفرقه اللي هي كنا تنفتخروا بها، ولكن اخي باش دخلوا شي وحدين اخي راه ولا تماك الشفره والناب اخي. انا فاهمي هنا والو اخي، فاش اخي ما بقيناش فاهمين هاد الناب شنو بغاو يديروا معانا اخي. بغينا حنا نطلعوا البروميير سيري، شحال جمهور كان عندها جمهور ماشي هي زوين كثر من زوين، ولكن اخي الشفارة خرجوا عليا بالرجولة اخي. هادو ماهوش يديروا زوين، يديروا معنا زوين يطلعوا البروميير سير، ولكن هادو اخي الشفارة اخي. المشاكل ديال النتائج اللي ما بغاش تصرف النادي القنيطري، المشاكل دائما غير نتائج غير ايجابيه. حنا بغينا المباريات تكون ايجابيه بالنسبه للنتيجه، بغينا الفريق يطلع القسم الوطني الاول، ونسعوا من الله ومن جميع الجماهير باش يكونوا حاضرين في الملعب يشجعوا الفريق ويحترموا الضيوف ويحترموا جميع الناس. الرساله ديال المكتب المسير يخدم معقول وبجديه وباخلاص، والنتيجه كتبان دائما بعد العمل. وحنا المطلب ديالنا من هذا المكتب المسير بان راه كاينين شي وحدين في هذا المكتب المسير، حنا تنقولوا تينهبوا هذا الفريق، هذا تينهبوا منه من قاش كاع شي فلوس ديال الخزينه الماليه تينهبوها، وتعطيو شي تقارير بان بحال مثلا الجمهور عمره فات 1000، والجمهور ديما كاين ديما حاضر تفوت 6000 حتى 5000 كاع. وحنا المطلب ديالنا من هذا الفريق من هذا المكتب المسير بانه يدير بانه يحيد، الا ما قادرش على هذه المسؤوليه يحيد. راه كاينين مكاتب اخرى، وكاينين مكاتب اخرى عندهم قدره بانهم يحققوا كاع المطالب ديال الجمهور، وسميتو وكاين شي احزاب سياسيه تتدخل وتسميتو كتسمصر بالعربيه بين قوسين تتسمصر في هذا الفريق هذا. شكرا. كما كتشوفوا اخوتي شار الجمهور كاين، هو التيكيت ديالنا كنقطعوا، واخويا ما بغوش يديروا معنا الحال هذه الفرقه هذه اخو، وغادي الخسران اخو شار الشفاره كاينين في هذه المدينه وي غادا اللور خو ان شاء الله الجمهور واه بزاف الجمهور هذا راه كيشكرفص الشتا شنو سميتو كنبيعوا حوايجنا باش كنمشيو نديبلاصيو، ومبغوش يديروا معنا الحال اخوشي هذا. ودعيناهم الله. السلام عليكم. السلام عليكم اخويا، بغيت نوصل واحد الميساج خويا الجمهور تاع جمهور نادي القنيطري، شي يتمنى فهمتي شي نتائج ايجابيه، حقاش دائما نتائج ناقصه بزاف، و باغي نفهمتي نطلعوا البروميير سيري، وين هذوك السمساره يمشيو بحالهم من الكاك مره ما يبقاوش كاع، والرباح يمشي بحالو قاش ضيعنا بزاف دائما خارجين ساخطا ما على بالناش كاع. او بغينا اخويا المسيرين يمشيو بحالهم مره يبعدوا من الكاك بزاف قوه وكاع. اليوم اخويا شي راه كتشوف راه الجمهور كل سيمانه كيجي تيجي باغي يشوف واحد الفرقه ديال اللي كتمثل المدينه باسرها، كتمثل المدينه ملي تجي تشوف فمؤسسين تجي تشوف مكتب مسير ما كاينش ما تيجيش، مدرب تيقول حنا هذا العام ما لعبناش على الصعود، وفي حين تيجي جمهور انا تيبيعوا كل وهم كل عام نفس الوضعيه. حنا هذا الجمهور هذا اللي تيجي تيمشي تيضرب من دون تيضرب ما تيخلي ما تيضرب تيضرب طريق طويله شي بعد على القرايه تيسمح في قرايته، وكاين اللي كيسمح في خدمته تيجي باغي يشوف فريقه زوينه، باغي يشوف فريقه تتنافس على البطولات تتنافس. بغينا حنا شي مسؤول يجي يدير شي حاجه في قنيطره. قنيطره راه هو مادي، راه شحال من عام مدات لشي بطوله، راه هو مادي. وحنا بنادم تيجي تيتفرج واخوشي تنادي، والناس المسؤولين اللي عندهم المسؤولين يجي يوقفوا لنا على الكار. راه شحال من واحد راه تيخلي ما يدير، ولكن الغالب الله شنو جهدو تيجي تيتفرج في الفرقه تيقدر يعاون بديك الورقه، هذيك الورقه هي اللي تيقدر يعاون بها.